عودة إلى الأراضي المقدسة، حيث ينضم إلينا مباشرة محمد حلمي موفد التلفزيون المصري. محمد، ضعني في صورة البعثة الطبية المصرية وفوج المصريين المتجهين إلى بيت الله الحرام. بالفعل أحدثك الآن من مقر البعثة الطبية المصرية. البعثة الطبية المصرية تواصل الليل بالنهار لتقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية والدوائية بل والوقائية لضيوف الرحمن. وصل عدد العيادات هنا في مكة المكرمة إلى 17 عيادة طبية. تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 3900 حاجة حتى الآن، سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة. دخول المستشفيات وصل ل 33 حالة، تم خروجهم باقي 4 حالات وحالتهم مستقرة. تم تقديم ندوات حوالي 499 ندوة توعوية وتثقيفية بكافة الأماكن والمقر المتواجد بها الحجاج المصريين، سواء في المساجد، مكتب تنظيم المعازيم، في المطاعم، وذلك لتواجدهم بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس وكيفية التغذية السليمة. هناك فرق من الطب التابعة للجهة الطبية تجوب المستشفيات بالليل والنهار لرصد أي حالة يتم دخولها المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية، وذلك للوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم، وكذلك معرفة طبيعة هذه الحالات وكذلك متابعتها بعد خروجها من المستشفيات. كان بالأمس كنت متواجد مع هذه الفرص الطبية والتي جابت العديد من المستشفيات وكانت هناك بعض الحالات بالفعل تم نقلها بسيارة البعثة الطبية المصرية من مقر تواجد الحجاج في شارع الخليل إبراهيم، وتم وصولها إلى العديد من المستشفيات حتى اطمأنت البعثة الطبية المصرية من دخول هذه الحالة وتلقي العلاج بشكل كامل. أؤكد لك أن هناك انطباعات إيجابية من قبل ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين لما تقدمه البعثة الطبية من هذه الخدمات، رافعين شعار خدمة الحجيج الشرفية. نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد حلمي موفد التلفزيون المصري ضمن البعثة الطبية المصرية للحج.